حتى وصل بجيشه إلى الحفير، وحفروا الخنادق وربطوا أنفسهم بالسلاسل. حينها علم خالد فعطف بجيشه على كاظم، فأرغى هرمز وأزبد وبربر وجرجر، وأصدر أمره إلى جيش منهك من حفر الخنادق وحمل السلاسل بالعودة إلى كاظمة. وخالد هناك في انتظاره، وما أن التقيا حتى دعا هرمز خالدا للبراز، وعهد إلى حامية من فرسانه أن يغدروا بخالد. مال عليه خالد رضي الله عنه فاحتضنه، فحملت الحامية على خالد للغدر به، فأتاهم القعقاع فأبادهم، ولا يهزم جيش فيه مثله. وقام خالد بذبح الغادر، فكان أمره كأمس الدابر، وانتصر الحق على المكابر. ركن الفرس للفرار بعد قتل قائدهم الختار، فركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فما نجا منهم إلا من ركب السفن عاريا أو شبه عاري، رخيصا لا يساوي ربع فلس إذا ما بيع في سوق الدواب.